دير الزور حي العرفي المنكوب 17/11/2012 حسبنا الله وهو نعم الوكيل. أبنية تدمر بالكامل من قبل طيران الميغ وطيران المروحي، براميل TNT تلقى صباحا مساء على هذا الحي. حسبنا الله وهو نعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله وهو نعم الوكيل. شاهدوا حجم الدمار في هذه الأبنية، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر عليك يا بشار. الله أكبر وليخسأ الخاسئون. الله أكبر وليخسأ بشار الأسد وزبانيته. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله وهو نعم الوكيل. حسبي الله عليك يا بشار. دير الزور حي العرفي 17/11/2012.